صفر عدادك 24 55 ناقص 67 41 45. جواب 98. برافو 98. صفر عدادك. اسمي مهاب القيم، عمري 6 سنين ونص، صف أول. هلا هي أول إشي لعبة مثلا، هي حية بتاكل تفاحة مثلا، جبت تفاحة عمر كذا، جبت تفاحة تاني عمر مثلا فوف وهيك. يقول لي بابا مثلا هذا عمره 6 سنين، بعد سنة بعرف انه صار عمره 7 سنين هيك. وبابا بعدين صار يسألني حساب ذهني وصلت اجاوب عليه. بعدين كنت انا بنادي، سأل بابا المدرب انه تعرف حدا مشان يدرب، مشان يعني يدرب مهاب. قال لي على الان وصلت الدرب عنده. يلا مهاب صفر عداده 425 151. نحن نبدا بالاعمار الصغيره 5 سنوات واكثر، ولكن حقيقة يأخذ بهذا العمر مستوى زيرو فقط. فأنا توقعت أنه مهاب مثل أي طفل بهالعمر دربناه يأخذ مستوى زيرو، ولبعد 7 سنوات ليكفي باقي المستويات. لما أجيت أول مرة لأشوف مهاب اكتشفت أنه مهاب كتير عنده موهبة بالأرقام بالحسابات. برافو رائع حقيقة. لما شفته هيك بدأت له بالمستوى الأول ليفل 1 بالبداية، ما شاء الله ما أخذ منه المستوى يأخذ شهر، مهاب ما أخذ منه نص المدة. خلال 3 شهور بمعدل حصتين جلستين أسبوعية مهاب كان منهي 4 مستويات، وبتميز صار يحسب أرقام بالملايين، صرنا نحل تمارين بالملايين مئات الألوف ما شاء الله، وصرنا نساوي منافسات بيني وبينه، في لدرجة أنه في بعض الأحيان كثير يسبقني في التحديات. في قاعدة كمان علمته عليها، هي عبارة عن خوارزميات شاملة لكل قواعد الحساب الذهني. كثير كنا نساوي تحديات أنا وهو، مثلا أحيانا من 10 مرات هو يسبقني بمرة أو مرتين. بحب أقول للأطفال الموهوبين مثل الحساب الذهني إنه يشتغلوا على حالهم أكثر ويتدربوا أكثر.